مساء الخير البنات، مساء الخير الشباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. ما كنت غندير حتى حاجه اليوم، كنت غندير فيديو ومن بعد جلست حتى الليل وقلت اليوم ليل رمضان عندنا، اجي يا سمر نديروا شي حاجه للبنات ونهضروا في واحد الموضوع جاني عليه بزاف ديال الاسئله. وكذلك غادي نتشارك معكم واحد الماسك ديال لي بوان نوار، لانه اليوم في الشمس كنشوف عندي شي ثلاثه هنا، عندي شي اربعه هنايا، فدابا ما كاين لا وقت تمشي ديري لا سوانت فيزاج لا والو. دابا رمضان الله يدخلو عليكم الصحه والسلامه، واللي تمنت شي حاجه يا ربي. واش غنقول لكم؟ بقى ندعي معكم حتى الصباح. رمضان مبارك على كل المتتبعين ديالي وعلى كل المسلمين والمغاربه والجزائريين واي جنسيه كتفرج فيا، رمضان مبارك عليكم. فكما كتعرفوا حنا عندنا غدا رمضان، فقلت مازال حنا مقصرين ليله طويله نصور شي حاجه للبنات نبارطاجيها معاكم. الهضره كتمشي ولفوا عليا، الهضره كتمشي البنات كتهرب. فقلت غادي نشارك معكم اول حاجه واحد الماسك كنديرو قبط لي بوان واغ ملي كينوضو ليا بحال هكا، كنديرو ملي كنغسلو كيطيرو. واحد الماسك وعلى فكره رخيص، شاريها بشي 20 درهم ديال هنايا. وغادي نهضر معكم في واحد الموضوع جاوب عليه التساؤلات بزاف بزاف البنات، يعني علامات الاستفهام كاينين لتحت، انه كيفاش دخلتي المره ديال الطليق ديالك وطليقك للدار، واش غادي ترجعي للطليق ديالك؟ رجع للطليق ديالي لهليح يا مد لي يحيي، كيفهموها على المغاربه. كنضحك معكم البنات، انا ما غنرجع حتى واحد، انا بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره. حتى نتوما قلتوا لي عاد وجهك تقاد وعاد ارتحيت نفسيا، ما راجع لحد ما والو، انا سولو كما كنقولوا، ديال راسي ديال مهمتي ديال بنتي، هذا هو المهم. بالنسبه للموضوع كيفاش قدرتي تعرضي على طليقك هو مرته للدار؟ عادي عادي البنات، جد جد عادي. السيد ما بقيتش انا وياه، طلقنا، وحنا كنقولوا اللي فيها الخير الله يقربها واللي فيها الشر الله يبعدها. فالسيد بعد، يعني كل شيء مقدر من عند الله، فهادشي مادام انه مقدر من عند الله انا راضيه به وعاجبني الحال ومرتاحه. كل حاجه كتوقع علينا الا ما فيها خير، صح ولا لا؟ فهداك الشيء صافي سالينا ومشى السيد وكل شيء. فانا وياه الا بقينا مقاتلين ومضاربين وشادين العكوسات وداك الشيء، شكون اللي غياكل الطق؟ بنتي، صح ولا لا؟ ما يمكنش انا على ود كرامتي وعلى ود ما عرفت شنو وهادي نبقى مقاتله معاه وبنتي تاكل الدق؟ لا، ما كاين حتى ما يمكنش بحال هكا البنات، ما يمكنش. لانه البنت ديالي كما قلت لكم اول حاجه، بنتي كتمشي كل نهار في الويكاند عندهم الدار، كضل معاهم النهار كامل، وانا مضطره انني نهضر مع السيده اللي كاينه في الدار باش نطمن على بنتي، باش بزاف د الحوايج. والسيده من بعد الطلاق ما بقيناش شفنا منها حتى حاجه ديال العيب، يعني كل واحد شاد تيقارو، السيده ما شفنا منها حتى حاجه ديال العيب، الحمد لله ونشكره. فهي السيده في دارها وانا في داري، حنا مضطرين ان حنا نهضروا على ود البنت وكل شيء. وشفتو هي كنصيفطات ليا الماكله وطلبت مني الكسكسو، حنا ما يمكنش شي حد يطلب منك شي حاجه ما ديرهاش ليها. درنا الكسكسو، جات هي والراجل ديالها، قسما بالله العظيم البنات، وهاد الليل العواشر ما كاين حتى حاجه، يعني ما على بالي في والو، بحال عارضه على شي سيده تنعرفها هي وراجلها، جاو كلاو الكسكسو الوليدات هذاك الشيء، مع السلامه مع السلامه. انا راسي خوا من هذا الفيلم كامل، هذا الشيء كامل خوا، يعني تخيلوا انه هذوك الناس وليت تنتعامل معاهم انهم شي حاجه، يعني على قبل سيرين، واش فهمتوني؟ يعني تنتعامل معاهم على قبل بنتي، فما كاين حتى حاجه. ما يمكنش انا حيت انا السيد طلقت انا وياه درنا اتفاقي وطلقنا، وانتم راكم عارفين القصه كامله، يعني ما بدون شوشرة بدون اي شيء، انا سمحت في اللي نقدر، خديت الحقوق ديال بنتي، اهم شيء عندي انا هي ماشي هذا الشيء، عندي اهم شيء واوراق بنتي يكونوا معايا، بزاف ديال الحوايج كنا صايبناهم في المحكمه انه حقوق البنت تبقى معايا، هذا هو المهم عندي. فمادام انه حنا طلقنا بدون شوشره بدون كل شيء، مابقاش يهمني داك الشيء اللي دار، كنشوفوا لهذا الشيء اللي من هنا للقبل. الا بقيت انا شاده في قلبي ومقلقه من فلانه ومنه ما عرفت شنو، بنتي تاكل الدق في النص، لا انا يا بخير مع راسي لا بنتي بخير، علاش هذا الشيء كامل؟ بالعكس ما كاين حتى حاجه، كل واحد الله يسهل عليه. شوفوا الذنب غيبقى على اللي داير الذنب، اما انا ما دايره حتى ذنب، فما هادشي انا صفحتي، يعني كما كنقولوا صفحتي بيضه بيني وبين ربي، ما خايفاش من شي ذنب، ما دايره حتى حاجه اللي خالفت فيها شي حاجه. فاللي داير شي ذنب من بعد ربي غيحاسبو، حنايا ما كنحاسبوش بنادم. فهادشي اللي كاين، لانه البنات قالوا لي لا انت قويه، كيفاش تا جا عندك وكيفاش دخلتي للدار؟ على مالي ما ندخلوش للدار، مرحبا بيه، مرحبا بمرتو، مرحبا بالوليدات، مرحبا بكل شيء. حنا ماشي ديال انه ماشي ديال ماشي مرحبا بيه، مالك سيري
هادي وقالت لك مع التيك توك. هذا تشروه هنا سام. بلاتي نشوفوا هاد التيك توك ديالها. المهم رجعت لكم البنات، عرفتوا شنو قالت لك التيك توك؟ ما التيك توك حتى هذه ولات قالت لك حتى هي مع التيك توك، بعد تحمقني. المهم خليكم، بغيت نوريكم الماسك اللي قلت لكم هو هذا، راه سميتو قناع الطين الاسود للفحم والكولاجين. فغادي نديرو على فكره دقه بطله لي بوان نوار. انا كنت وراتو لي واحد البنت وكنت خديته غير من واحد السيت بصراحه وطلع زوين، فغادي نديرو غادي تشوفوا الفرق قبل وبعد. والمهم هذاك الموضوع البنات اللي سولتوني عليه بزاف، صدقوني ما كاين لا قويه لا والو، بالعكس انا واحد الانسانه تنخدم بعقلي تنفكر بعقلي، اللي فات فات، اللي مشى مشى، اللي جلس مرحبا به، فما عنديش المشاكل. نتوما اصلا عارفينني انا واحد الانسانه مسالمه، ما بغيت مشاكل مع حتى حد. عرفتي شنو هي تنعسي في الليل وكتحط راسك على المخده وتتقول لي يا الحمد لله ما كان عندي مشكل مع حتى حد؟ هذيك راه هذيك بحد ذاتها كتكون الراحه لله، لا مع مع لا مع بنات، لا مع الطليق ديالي، لا مع مرتو، لا مع حتى حد. فالحمد لله هذا هو المهم. فانا كيف ما كتشوفوني وانتم قلتوا انه انا وليت الحمد لله بخير وارتاحت نفسيا وبزاف الحوايج، الله يخلي لي بنتي ويخلي لي ماما ويخلي لي العائله ديالي اللي خارج المغرب اللي واقفين معايا ومستنديني وكنلقاهم في داري، يعني هادو هما اللي الله يخليهم لي. اي حد اي حد يعني قريب ليا وصحاباتي حتى هما ما ننساهمش كاملين من الطرف للطرف اللي وقفوا معايا في جميع الازمات. فهادو اللي معايا مرحبا واللي مشى مرحبتين، فماشي اللي مشى غادي نكعم منه ولا هادي. هادشي هادشي راه كيوقع البنات، راه كاين الزواج وكاين الطلاق، خاص الواحد يكون واعي لهادشي. ما غنبقاوش نمرضوا في راسنا ونبقانا مقاتله وما عرفت شنو ولا هادي. علاش حكا؟ حيت انا طلقت وصافي، طلقت الله يعاون، راه هذا كله كيطلق عادي. جات السيده كلينا الكسكسو وضحكنا، بصح ضحكنا ما كاين والو، مع السلامه مع السلامه، هذا هو المهم وصافي. المهم ما نبقاش نعاود هذا الموضوع البنات. قلت غير نفهمكم لانه بزاف ديال الاسئله لتحت، بزاف بزاف بزاف، وكاين اللي كيقولوا لي لا مدام جا كاين الرجوع، ما كاين لا رجوع لا والو. انا اصلا ما مرتاحه، صولي صولو ديال راسي، نحمد الله ونشكره. فاجيو معايا غنمشي ندير الماسك وغنعاود نرجع لكم باش تشوفوا النتيجه قبل وبعد. المهم رجعت لكم البنات، المهم مستحت في وجهي، دابا غنديروا الماسك. هو اصلا ديال هاد الطين الاسود زوين بزاف، وانا بصراحه كيجيني مع لي بوان نوار. المشكله دوك لي بوان نوار اللي كاينو فيا رقاق، فالا بديتي تتحيدي فيهم وداك الشيء كطبعي وجهك كامل. فانا الصراحه ملي كندير هاد الماسك ما كيبقاش فيا، ما كيبقاوش فيا لا ديال النيفي لا والو. خلعتكم البنات، المهم نكمل الماسك ورجع لكم. هو انا درت الماسك كما شفتو، دابا شنو غادي ندير البنات؟ غادي ندخل ندوش السيرين ياك، وعاد من بعد انا ندخل ندوش. فيعني غنخليه واحد المده ديال تولود ساعه بين ما دوشت ليها ولبست حويجاتها وداك الشيء، وندوش انا كذلك وغادي نرجع لكم وغادي تشوفوا النتيجه. عرفتي دوك لي بوان نوار كاملين غيمشي هو شويه غادي ينشف، كينشف يلا. المهم خليكم البنات وانا غادي نعاود نرجع لكم ان شاء الله. المهم رجعت لكم البنات من بعد الحمام، شوفوا شوفوا دابا وجهي، عرفتوا دوك لي بوان كامل لي بوان نوار كاملين. دابا ملي درت الماسك ونشف، ملي بغيت نغسلو بقيت كندير ليه هكا بحال القماش، كاملين كاملين ما بقاوش. تخيلوا راه كانوا تيبانوا ليا هنا وهنا، فراه زوين بزاف بزاف. شوفوا نتوما شوفوا دابا انا راه خارجه من الحمام ما دايره حتى حاجه، شوفوا يعني وكيخلي كيخلي حتى الوجه يكون زوين. فالمهم البنات ما غاديش نطول عليكم، رمضان كريم عليكم وعلى الامه الاسلاميه وعلى المتتبعين الزوينين ديالي كاملين، وكل عام وانتم بخير، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد من اول رمضان ان شاء الله. وما تنساوش البنات اللي ما دايرهاش ابوني كنتمنى دير الابوني، وكنتمنى كذلك الهضره الاولى اللي قلت يعني تكون وصلكم، فهمتكم انا يعني وجهه النظر ديالي، تقدر تكون صحيحه تقدر تكون غلطه، بس انا هذا الشيء اللي كنشوف يعني. وما تنساوش تتابعوني في الانستغرام، غنخلي لكم لتحت في صندوق الوصف، ونشوفكم فيديو جديد وفلوق جديد على خير. باي باي.